أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين دعوى الفقر التي ما الفرق بين دعوى الفقر التي يشترط لها ثلاثة شهود ودعوى الإعتار التي يشترط لها شاهدان؟ هذا ما عرف بغنى، المعسر ما عرف بغنى، ما عرف بغنى حتى يقال تجيب ثلاثة شهود. هذا في الذي كان غنيا ثم ادعى أنه افتقر، يقول عطوني من الزكاة وهو أمس غني، هذا لازم من ثلاثة شهود. نعم.